رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين اللعب وتمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب يا مساء الخير في حلقة جديدة من خلال برنامج استوديو الأبطال المسي على كل الأبطال الحلوين في هذه الحلقة وفي هذا الوقت ونشكشك مع بعض مساء الورد يا عبد الله ومساء الخير لكل أصدقائنا الحلوين اللي قاعدين يتابعونا الحين سواء كانوا صغار ولا كبار نقول لكم إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد عليكم وإن شاء الله يا رب تكون إجازة سعيدة واللي بعد شوي رايحين المطار نقول لكم تروحون وتردون بالسلامة بداية الحلقة عبد الله أبي أقول حق إنسانة عزيزة جدا على قلبي أحبها وايد كانت موجودة معاي كورس كامل في مادة يمكن تكلمت عنها من قبل صديقتي فطوم الفيلتشاوي اليوم عيد ميلادها بقول لك كل عام وانت بألف خير يا فطوم والعمر كله ان شاء الله الله يخليك حق اهلك لانك بنوته طيبه وحبيبه وخلوقه جدا ويعني ما ادري ايش اقول عنك يا فطوم فالله يحفظك ان شاء الله وعقبال ما اشوفك ان شاء الله عروسه حلوه ومتخرجه من الجامعه قولها عبد الله كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير يا فاطمه اختنا فاطمه انا شفتها اللي عندها بنوته كذي ما تحبني لا هذيك زنوب فطوم مو متزوجة فطوم مو متزوجة؟ إيه؟ الله يعني وفقك إن شاء الله وتتزوجين من العريس الزين زين؟ فال زين إن شاء الله فال الزين يا رب وكل عام وانت بخير أنا والله كلها خربط إي فطوم وزن إلا بنتها فطوم أنت قصدك عن زنوب اختاري ثلاث رفيجات بس والله وايد رفيجات الله يحفظهم أي مشكلة يلا الله يكثرهم إن شاء الله كل عام وانت بخير وهابي بيردي يو حقك أنت في برنامج استديو الأبطال الحين خلينا نذكر أصدقائنا بما تكلمنا عن أعياد الميلاد اللي حاب يحتفل بعيد ميلاده في برنامج الأبطال يجي عندنا يوم الخميس ويوم السبت ويحتفل بكيكته ويه ونحتفل معاه في برنامج سيد الأبطال واللي حاب يتواصل معنا من خلال الاتصالات سين أو إس واللي حاب يتواصل معنا من خلال تويتر أبطال آت أبطال أندرسكور الراي هذا تويترنا وإنستغرامنا هو أبطال أندرسكور الراي صحيح أذكر على السريع شنو راح يصير اليوم في حلقتنا راح يصير شنو انت ذيك المره قلتي كارثه مو كارثه لا معركه راح يصير معركه راح تصير اليوم المعركه هي بدايتها من الفقره الاولى يعني اتصالات للاهداءات والمشاركات الفقره الثانيه تتعرف على الابطال الفقره الثالثه والرابعه ايضا عندنا اليوم عندنا مسرح العرايس يوم الاربعاء بالاضافه الى فيديو كليب وطني راح نعرضه مع الاجواء الجميله في ديرتنا الحبيبه الكويت وتزامنا مع اوروبا شفتوا اوروبا شنو فيها اوروبا شنو فيها بالبرد فيها سكيتينج صح اي وثلج اي وهوكي ما هوكي صح أي. احنا جبنا لكم الهوكي لهني نعم واو. نعم جبنا الهوكي في استديو الابطال فاليوم اول مره راح نلعب مع بعض في اجواء البارده هوكي في استديو الابطال واو انت ما شفتي الهوكي للحين لا بلا قول والله والله هذه عبالي أسأل خليها مفاجأة الهوكي نعم في هوكي في استديو الأبطال والفقرة الثالثة تابعونا واللي راح يلعب الهوكي الأبطال يلا الحين راح نروح مع بعض نشوف كليب مع كل أصدقائنا الحين اللي قاعد يتابعونا ونرجع لكم مرة ثانية We'll be right back.
ارقص ارقص. عندنا وياكم من بعد الفاصل، من بعد الفاصل، من بعد الفيديو كليب. هو كأنه فاصل، تي نكهة الفاصل، ولكن هذا الكليب الجميل في برنامج استديو الأبطال. ناخذ اتصالات، والاتصالات بالفقرة الأولى خاصة حق الهداءات. أول اتصال. أورشة. ألو. 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 عواشة. لا أنا أختي منال. منال السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله زينة. أنت مشاركة ولا؟ لا عواشة. بغيت أسلم عليكم. حبيبتي أنا بعد أسلم عليك وايد، وقولي سامحينا على القصور. لا عادي. وبس عواشة ما أدري شو سألت. ليش زعلت؟ ما أدري. أول اتصال خذيناها. قولي ألو. منو زعلها؟ ما أدري. خلاص. منال نسكر التليفون الحين. بس تهدى منا، بس تهدى عواشة، رح نرجع عندك عليها إن شاء الله. أوكي حبيبتي، مع السلامة قلبي. يا ناخذ ثاني اتصال. منار. ألو منار. ألو منار. ألو منار. جنى. ألو. يلا اتصال ثاني. جنى. ألو. ألو جنى. نعم. شلونك؟ زينة. راح تلعبين لعبة السيارات جديد، تعرفينها؟ جنى. نعم. في كم عمرك؟ 8. يعني إذا سألتك سؤال تجاوبين صح أو خطأ، صح؟ إيه. شطورة. راح تلعبين مع واحدة ثانية. إنزين، تبين بنت ولا ولد تبارينها؟ بنت. بنت؟ إيه. إنزين. يلا راح ألعبين معاها؟ مع إنه كان في اتصال، بس يلا نلعبين أنا وياك. أوكي؟ بس انت تعرفين ما قريت جنى. والله ما قريت فهد. ايش رايك نلعب تلعبين انت ويا مشاعل؟ اوكي مشاعل ترى وايد زين، يعني هي تفوز. زين يلا خلينا نشوف اللعبه. الاسئله عندي. يلا اسالنا. يلا اول شيء مشاعل سيارتها حمراء 4 سلندر. سؤال يقول يفضل تفريش الأسنان قبل الأكل يا مشاعل، صح أو خطأ؟ شنو عجزان؟ يفضل تفريش الأسنان قبل الأكل، صح أو خطأ؟ خطأ. بعده. خطأ بعد الأكل. إجابة صحيحة. مشاعل راحت خطوة. جنى. نعم. يلا عندك سؤال أنتي. أوكي. أوكي. سؤالك صح أو خطأ؟ السؤال يقول يعتبر الرقم ستة من الأرقام الزوجية، صح ولا خطأ؟ صح. صح. برافو عليك. 6 من الأرقام الزوجية، ومنهم 2 4 6 8 10. هذيل الأرقام 10 و12، ويكمل كذي لي ما لا نهاية. مشاعل. نعم. سؤالك يقول صلاة العشاء مكونة من 3 ركعات، صح أو خطأ؟ كم ركعة؟ 4 ركعات. إجابة صحيح. راحت 4 سلندر. جنى أنت سيارتك 8 سلندر. إنزين توين تيربو. سؤالك يقول الدلفين من الحيوانات البرمائية، صح ولا خطأ؟ البرما. خطأ. والله شطورة، برافو عليك. قدمت. آخر سؤال حق مشاعل. سؤال اللي تقول تتغذى الأسماك الصغيرة اللحوم الموجودة في قاع البحر، صح أو خطأ؟ أنا أعرف الإجابة، بس أجاوب صح ولا أخلي جنة تفوز؟ لا اثنينكم تعادلوا، اثنينكم تربحون، على الأقل نوصل المعلومة بشكل المطلوب. أوكي عيد السؤال سمحت. كل هذا طلعت مال. لا لا لا، ان هي الاجابه غلط. لا بلا بلا، لان هي ما تتغذى على اللحوم اللي موجوده، اسماك صغيره شلون تتغذى على اللحوم؟ ما منك سامع سؤال وعارف الاجابه تقول عيد عشان اتاكد. اوكي مره ثانيه السؤال، مره ثانيه حق مش شنو شلون سياره مشت مخالفه انت حتى باللعبه تخالفين، حتى باللعبه مو ويا المرور. لما انا ماني متكلم. جانا اخر سؤال يقول يرمز اللون الأحمر في الإشارة المرورية لاستمرار، لا أو لوقوف سير السيارة، صح أو خطأ؟ مرة ثانية. صح. يرمز اللون الأحمر صح في الإشارة الحمراء أن سيارة توقف، مو مثل مشاعل مشيت. إنزين الخضرة شنو؟ تمشي. الصفرة شوي. صح شوي. يعني ظهرتي بالبيت أو مو بالبيت، برا كذي الوالد أو الوالدة يخففون. هو اللون الأصفر معناته أن اللي يسوق السيارة يستعد حق الوقفة، لأن بعد الأصفر أحمر، إذا شاف أن الأصفر يمدي يطلع وتو الناس يقدر يطلع، وإذا الصفرة كانت متأخرة خلاص لازم يستعد حق الوقوف. مشاعل أنت إيش تسوين بالصفرة؟
أوقف صراحة أوقف. توقفين على الحمرة شنو تستعدين؟ لا مشكلتي لا أنا لا سفرة إيه؟ إذا في كاميرا وقف البنت هذه قاعدة تتكلم بصراحة. أنا لا مشكلتي أنا مو بالإشارات، أنا مشكلتي بالسرعة. بالسرعة أوكي، بس في ناس بصراحة يعني نعم حياتي انت والله حبيبتي. يلا صبح حق جنى وصبح حق مشاعل مع حبيبتي يا جنى. حبيبتي الله يحفظك ان شاء الله. باي باي جنى حلوه. بس في ناس مشاعل يعني بصراحه ما ادري ليش بس تصير سفره يوقف وغلط والله يمكن اللي وراي يدش فيه ثلاث سيايير طح 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 كذي يوقفون خلاص انت تو صار سفره اطلع الصوت كان طح 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 لا عاد مو طح طح يعني ترى تصليح بسيط دوتي لا يمي وانا طالع المنظر يعني شيء خيال يعني خلاص توها برتقاليه وانت دايس ليش توقف ايه؟ يعني يصدمك ايه برتقالي هذا كان اخبار يومها اما ماكو برتقالي اصفر هي صفره برتقاليه انا اشوفها شو عبد الله انا كيف اشوف الاشاره اسمع مرت عليك مره مثلا بلفه واحد داس يبي يطلع بعدين يوقف بنص اللفه قدامك بيطلع بعدين يدوس بنص اللفه يعني جاي له واحد اذا انت من اول تركض لا تطلع ما صارت فيك لا يمكن يكون مو مركز ايه وانت تبي تطلع ورانا على بنا خلاص يعني طريق سالك توقف لا والله ما صارت اذا ما صارت فيك واقف على الاشاره وبحالك وواحد يدعمك ايه بلا صارت والله حتى نزلت له قلت له قول الصج والله ما ابي شيء يبا اهم شيء بالحديد مو فينا قول الصج واتساب صح شوف لا والله العظيم هو والله العظيم واتساب تعيش داش فيني وانا واقف لا انت ردت فعلي عكس ردت فعلي انا ابكي اقول له توني طلعت توني صلحتها يقول لي انا صلح لك اياها قلت له ما في تصلح انا مصلحتها بس ايش دعمتني تخيل اول كسر خاطر السلام اهم شيء السلام اي والله الحمد لله يا رب سياره عادي تي وتروح بجت للصبح تقول تي وتروح اخذي اتصال صدمني كنت يومين مصلحتها يعني اليوم صلحتها ثاني يوم دعمني وانا واقفه مو مسوي ولا شيء يعني لو مثلا تي كان قلنا يلا الحمد لله قول الحمد لله صارت بشيء بسيط اي والله الحمد لله يا رب ما دائما اقول الحمد لله يا رب على كل شيء يعني قضاء وقدر الله كاتب انه بهاللحظه تصير هالشيء فالحمد لله يا رب العالمين بالحديد ولا فينا ناخذ اتصال ونقول الو ريما الو السلام عليكم اهلا وعليكم السلام كيفك هلا والله ريما ممكن تعلين صوتك حبيبي كذا واضح اعلى شوي كذا ايوه ريما مشاركتك حلوه ممكن اكلم عبود اكيد ممكن حبيبه قلبي معك تفضل منو معي ريما ريما هلا ريما شلونك تمام الحمد لله انت كيفك كيف الحال الحمد لله انا بخير انت شلونك والله تمام نور عبود الله يسلمك مشكوره وما قصرتي يا ريما نلعب ولا نوجه تحيات ولا كيفك لا حابه اطلب طلب واوجه تحيات امريني من عيوني تفضلي ما يمر عليك ظالم حابة أنتم والمتابعين دعواتهم الأميرة نوار آل سعود الله يشفيها الله يشفيها إن شاء الله آمين. اللهم آمين يا رب إن شاء الله اللهم آمين وحابة أوجه تحياتي يلا تفضلي يا ريما بهالهدوء اللي أنت عايشته وجهي تحيات تحياتي حق تحية كبيرة وخاصة حقك أنت حق أخوك أحمد مشكورة وهدي ايه حق جروب الشاق عبود زين حق بنات يتابعوني بنات على السعود اللي هم بعد جوهرة بنت فهد ايه مشاعل بدر ايه على السعود والعنود والعنود منصور ايه اضواء ومين ستيري ومرام آل الشيخ وسحر آل الشيخ ايه حق الكنترول وتقول له مشكور ويعطيك العافيه مشكوره انت اللي مشكوره على اتصالك هذا وعلى كلامك الحلو في برنامجنا يعطيك الف عافيه يا ريما وان شاء الله دوم نسمع صوتك شكرا شكرا لكل اصدقائنا دائما يتواصلوا معنا بنكمل حلقتنا معاكم اصدقائنا الحلوين لكن يطرونا من بعد هذا البريك
ردينا وياكم من بعد الفاصل الفقرة الثانية، ندردش ونتعرف على أصدقائنا، واللي نعرفهم نذكر بأسمائهم، واللي ما نعرفهم نتعرف عليهم. راح نبلش نتعرف على الأصدقاء الحلوين اللي موجودين على يساري. عندي ثلاث أبطال حلوين قبل أتعرف عليكم، بس أبي أسلم على فطومة الحلوة الحين قاعد تابعنا، نقولها فطومة أحبك وايد كثر الدنيا، وإن شاء الله يا رب ماما تجيبك عندنا، بس ماما أكيد عندها امتحانات وعندها ظروف، فأسلم عليها وايد. سلم على هذه اللي ما عندها أولاد، اللي عيد ميلادها اليوم. لا هذه فطومة بنت زنوب اللي أنت شفتها، اللي هي عندنا مرة برنامج عطتنا كاكاو متخرجت من الحضانة. إيه من الجامعة. من الحضانة فطومة. أمها. أي بنتها. أي الحين قاعد تابعنا. أوكي. فإحنا سلم عليها وايد. أم شنو؟ أم فاطمة. أم فاطمة. هي اسمها فاطمة. إيه الأم اسمها أم فاطمة. أنت بالبيبية؟ أم فاطمة خلاص. أمها زينب. إيه هي فطومة. زين. فطومة ولولو. كل بعد. البنات كل البنات اللي يعرفون مشاعل تحية لك. تحية. بس. سلم عليها كتير كبيرة فطومة، وإن شاء الله يا رب ماما توديك معاي عشان نروح سينما في فيلم جديد، قولي حق ماما عشان نروح. أوكي. نزل معاك اليوم. الحين زينب. الله يستر بس تطلع من الحلقة. يلا نبلش نتعرف على أول صديق من أصدقائنا، أوكي دائما ننورنا ويكون موجود معانا. اسمك؟ صقر سلمان. ونعم فيك يا صقر، كم عمرك؟ 8. العمر كله إن شاء الله. طبعا صقر منور تيشيرت عام الكويت. صقر دائما احنا ندردش معاك، وأكيد تدري احنا ايش كثر نحبك صح؟ تحياتي. حاضر بخليك تجي تحياتي، بس أنا كنت بسألك سؤال، وأنا قبل أسألك قاعد أمهد لك السؤال، ممكن أسألك ولا؟ ممكن؟ صرت سلمى زعلت لما عبد الله كان يتقشمر معاها في احدى الحلقات عشان شيء مايت ما زعلت ها الحمد لله. بس انا سمعت انها بكت. لا زين اشو ما بكت يعني الحمد لله. يلا زين الحمد لله، بس عشان احنا سمعنا خبر فاحنا اكيد نسلم عليها، وما نحب احد يزعل منا سواء انا ولا عبد الله، احنا دائما نتقشمر معاكم، احنا نحبكم وايد. تحياتك حق منو؟ حق امي وابوي، حق خالاتي وعماتي، حق مشاعل عبد الله. شكرا. حق باب الصباح. حبيبي تحية كبيرة لك يا صقر، صبقوا حق صقر صبقة كبيرة. بلا تحية كبيرة لك حبيبي. ننتقل الحين لموسى. شانك؟ زين. زين كم عمرك موسى؟ 6. 6 سنوات العمر كله إن شاء الله. تحياتك حق منو؟ حق أمي وأبوي، حق عبد الله من ساحل، حق باب الصباح. حبيبي تحية كبيرة لك، كلنا صفق حق موسى الحلو بعد. ننتقل لآخر بطل منورنا داخل الاستديو، حاط هالسكارف حلو، مستعد للمسيرة. أول مرة تجي عندنا؟ أول مرة؟ شو اسمك؟ خالد. خالد؟ عاشت لسامي يا خالد، كم عمرك؟ 5 سنوات، العمر كله إن شاء الله حبيبي. قولي تبي تغني؟ كم بتغني؟ إحنا عشقناها. يلا نسمع. حط الميكروفون حبيبي. عشقنا وايد، عشقنا من يوم فتحنا الدنيا. الله 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 يخليها للكويت ديلتنا، يحميها من كل شر. آمين آمين آمين. هي أمنا جنة، هي أرضنا جنة، هي هي الكويت، هي هي الكويت حبيبي. والله انت عمري يا غلوت. الله اغنيتك لاقت اجماع عندنا داخل الاستديو. توجه تحياتك حبيبي خلود حق منو؟ حق حبيبي فدوه. والله وبعد بس انا ايش علي من جدي حبيبي انت. يلا تحيه كبيره لك خلودي، وشكرا على تواجدك معنا، وان شاء الله يا رب ما تكون اخر مره. ان شاء الله يا رب. ننتقل حق الفريق الثاني اللي موجود اليوم، راح تصيرون فرق ترى ها تدرون. هي وياها وياها بقول عنها، ترى اليوم راح يصيرون فرق لان الهوكي راح يصير تحدي، الاول مع الاول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث، الرابع مع الرابع. اوكي زين راح نلعب لعبه الهوكي بالفقره الثالثه ان شاء الله، بس لازم يعرفي شكل هاي شو اسمه. شو اسمك؟ ادري بس انت شو اسمك؟ زين. ها زين. زين لازم هذا شنو اللي ماسكته انت عبايش؟ هذا شنو هذا؟ اي ميكروفون لازم تقولين عشان اسمع اسمك. يا شو اسمك؟ زين. هذا شنو اللي بيدك؟ ميكروفون. وميكروفون حق شنو؟ ميكروفون حق ما ادري. ما تدرين؟ لا. زين. تقول انت ياهل؟ عمري 4. عمرك 4؟ هي تقول انك انت ياهل. قولها لا انا كبيرة. لا هي تقول انا اكبر منك. اي صح؟ شلون عرفتي انك اكبر منها؟ ها؟ منو اطول؟
هي أطول. هي أطول؟ منو أكبر؟ هي. كاد قول حرام. أنتي بتغنين صح؟ أنتي بتغنين؟ أنتي قولي لها ما يصير، قولي لها كل ما أنا أتكلم هي تتكلم. يلا غني أنتي غني. وطني حبيبي وطني القالي وطني الناس عالي وطني شعر مزية كل بشرية وطني وطني القالي وطني وطني حبيبي وطني القالي وطني الناس عالي وطني شعر مزية كل بشرية وطني حلو 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 صار قول صار بشاعل سمعتي؟ الأسبوع اللي طاف غنوا قالوا شعلة مذيعة، الحين صرت شعلة مديرة. مديرة ولا مريئة؟ مديرة قالت. قالت شعلة مديرة. إن شاء الله. ما تتكلمين ها؟ شو أسوي؟ خم العين. يلا تسالين، صقوا حق جنة، اسمها جنة صح؟ زين زين. زيونة. زين أنا آسف. زين، إي والله أنتِ زين كلها، يلا خلينا ناخذ المايك حق اليمج وأختها اللي كلها تسولف ما تخلي زين تتكلم، شو اسمك؟ اسمي نور سالم العنزي. والنعم كم عمرك؟ 7 سنوات. أول مرة تينا سيدي الأبطال؟ إيه. أول مرة مع أختك؟ كل مرة تشوفونا بالتلفزيون؟ إيه. قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ بعد الغداء. بعد الغداء؟ الساعة كم تتغدون؟ إحنا نتغدى الساعة 2:00. 2:00؟ بعدين متى الشاي يطيح؟ بابا ما يشرب شاي؟ لا، إحنا أول نتغدى ولما إحنا نتغدى يكون خالص الشاي. تسوون مبكر؟ ايه. بس اليوم شنو تغديتوا؟ لان انتم جيتوا متاخر. احنا اليوم كلينا وايد. كليتوا وايد؟ بالعافيه، بس شنو كليتوا؟ احنا كلينا بطيخ. بطيخ؟ ايه. بلشتوا ببطيخ؟ لا. ها؟ أنت بطيخ. ايه لا انت قاعد تعيدين الشريط، فبطيخ طلع اول شيء، هو كان اخر شيء. ايه. ايه لا زين، عيدي بعد شنو قبل؟ إيه أكيد. أول شيء كلينا مرق لحم. أول شيء مرق لحم. إيه. بعدين. بعدين كلينا. بعدين كلينا الشعرية. الله. بعدين البطيخ. بعدين البطيخ. إيه. شنو شربتوا وياهم؟ بس ماي، إحنا ما نشرب سفن ومنون. يا سلام عليك، صدقونها. والله برافو عليك، ممتازة. هذا الأكل المفيد وشكلي الحلو. أنا أبوي إذا شافني أشرب كذي يطقني. لا ما يطقك. ويطقك يخاف عليك صح؟ يطقك يحبك. أيه. معروفة هذه. يعني مش يطقك يحبك. ما يطقك ما يحبك. ما يصير صح؟ صنقولها. حبيبتي مشكورة. خلينا ننتقل حق البنوتة الثالثة، صاحب الكرفتة والشغلات الطيبة هذه والألوان الحلوة حق علم الكويت. What's your name؟ دانا. دانا. شو اسمك؟ دانا. دانا، دانا شنو؟ دانا سليمان. والنعم فيك يا دانا، كم عمرك؟ 8. 8 سنوات. اليوم انت جايه مع منو؟ مع طيف. مع طيف؟ ايش معنى؟ ها؟ لازم تجي تجيني وياها هالسوالف انت مو كذي ها؟ دانا قولي لي شنو مشاركتك؟ ما تقولين شيء؟ قولي يلا. بتغنين؟ ايه. بتغنين؟ زين دير بالك انت قاعده تزحلقيه هذه. نبالك يعني تتزحقين شيء وتطيحين. يلا قولي شنو اغنيتك؟ وطني الكويت. وطني الكويت؟ نشيد وطني ولا وطني حبيبي؟ وطني الكويت. نشيد الوطني؟ وطني الكويت سلمته للمجدي؟ تدرين احنا لما واحد احتراما للنشيد الوطني شو يسوي؟ نوقف. شو يسوي؟ نوقف. اذا تبين نقول النشيد الوطني نوقف كلنا. ايه ما يصير نقول النشيد الوطني واحنا قاعدين. موسى صقر خالد. موسى صقر خلود. يلا ستاند اب. سيت داون. ستاند اب. هذه لعبه جديده حق نلعبها. يلا بس وقفوا. يلا قولي النشيد الوطني. وطني حبيبي. ها ما الكاميرا خفيه هذه. وقفنا كل شيء احنا زين، ما وقفنا البث عشان تغنينا تقول وطني حبيبي. يلا قولي. وطني الكويت سلمت للمجدي. قولوا. على جميلك طالع السعدي. وطني الكويت سلمت للمجدي. على جميلك طالع السعدي.
وطن الكويت سلم للمجد. لاعبين ينزلون الملعب. يلا مشكور، اعطيك العافيه دانا. ندخل حق طيف الحين ونشوف شنو عندها طيف اليوم. هلا طيف، شلونك؟ زين. يلا شنو عندك اليوم من مشاركه؟ شنو حابه تقولين؟ بغني. بتغنين قدام الكاميرا؟ يلا خذي راحتك مع الكاميرا وانت تعرفين لها عدل. تفضلي. طيف قمت تمثلين الحين تغنين؟ عادي، كل واحد كل واحد. ها لا مو كل واحد، يلا عادي عادي. دارنا ما مثلها بين الديار، يا عسى ما مثلها في الكون يار، يا عساها من عمار مني عمار. قولوا آمين، قولوا آمين، قولوا آمين، الله يعز الكويت. قولوا آمين، قولوا آمين، قولوا آمين، الله يعز الكويت. بلادنا حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. بلادنا حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. وعنا سافرنا الشوق رجعنا، حب الوطن غالي والعيش في الجنة. لعنا سافرنا الشوق رجعنا، حب الوطن غالي والعيش في جنة. بلادنا حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. بلادنا حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. يفهمني ما دخلني يفهمني. يلا مشكور، اعطيك العافية. سويت ريميكس او ميكس، هذا مو ريميكس. في فرق بين الميكس والريميكس، تعرفين شنو الفرق؟ لا هو شنو الفرق بين الميكس والريميكس؟ مشاعر تعرفين؟ يا مشاعر ما شاء الله تعرف. شنو قالك دي جي؟ هي قالت ميكس يعني اغنيتين مع بعض، ريميكس اي هذا يدخلون طقطقه واجنبي و مشاعل. دي جي مشاعل؟ لا يبا، ها لا مو دي جي، اغاني وطنيه. اي يعني اغاني وطنيه، يعني تشاركين في النافوره هذا الاماكن الجزيره. اتشرف اني اشارك في اي فعاليه وطنيه موجوده، سواء كانت من النافوره او يم بيتنا. ايش معنى يم بيتكم؟ حتى لو فعاليه موجوده يم البيت اشارك فيها. في شيء يم بيتكم معين؟ فعاليات؟ شالوا اخوه البيت المسكون؟ لا. يلا اوكي، ناخذ صار ولا شنو؟ بريك، يلا بريك، ما انا قلت يم بيتكم فوتوها. يلا بريك ورادي.
ردنا وياكم سوري مشعل تفضلي. رجعنا لكم اصدقائي من بعد البريك وراح نبلش الحين نلعب لعبه الهوكي اللي جت لنا طبعا من الاجواء البارده. طبعا اللعبه قاعد تطلع على فكره بارد. انا اسف اني انا غلط، المفروض الرد عند مشاعر لانها ترد، بس لان هني هواء قاعد يطقني من تحت وهذا يمرض. فراح نلعب لعبه الهوكي. هذه هي لعبه الهوكي اللي موجوده ويانا داخل الاستوديو، بسيطه وتعرفونها. راح يصير التحدي بين نور وصقر، صقر ونور راح يلعبون، ترى جول واحد بس اللي يجيب جول واحد بهذه. اوكي، هذه مو مفروض تكون بالنص لان بالنص ما تثبت بالنص، فلازم تلعبون حجره ورقه مقص، اللي اقدر اعطيه اسلم له السي دي. اوكي يلا، حجره ورقه مقص، منو فاز؟ انت كسرتي؟ اي البوكسك شنو الحجر؟ اي يكسر المقص. يكسر المقص، يلا تفضلي. وهذا شنو؟ هذا ورق. ورق حلو، ورق. يلا واحد اثنين ثلاث يلا يا حبيبي. وانت معطيني كذي ويا كذي، حتى موسيقى ما شغلنا. يلا والله نعتبره لج جول. اوكي اعتبره لج جول. يلا واحد اثنين ثلاث يلا. هو المفروض جول واحد بس ما مدى، ما مدى جول. يلا خلينا نشوف منو اللي بيجيب جول. ايه بيجوا على نفسه ما ياكل بطيخ. اوه بس خلاص حلوين. تعادل. تعادل. نلعب جول فصال، ترى هي ما تصير بس انتوا راح نسويها وياكم. جول فصال الكره عندك لان هو يبقى واحد اثنين ثلاث يلا. واحد 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 اللي يقول عادي يفوز الحين. لا ويروح هني بعد. انت عبالك يا ما تخيران؟ لا هي ما ادنا بس جولين بس. يلا روحوا يبو فيش. يلا تفضلوا اماكنكم، مشكورين وما قصرتوا مشاعل. يلا ننتقل للفريق الثاني، تعالوا. يلا روحوا. يلا يلا حجر ورقة مقص، تعرفينها؟ زين؟ لا ما نعرف. اوكي نلعب بدالك، تعرف حجر ورقة مقص؟ حجر ورقة مقص تعرفها؟ يلا خلينا نلعبها معك. يلا واحد اثنين ثلاث، حجرة ورقة مقص قصيتك. يلا زين عندك، أنا يابة عندك قاعد ألعب. يلا اللي يجيب جول هو اللي فايز. ها زين. لا حد يوقفها. وين جاي؟ صدق والله؟ ما في تقرب. يلا جول واحد بس جول. هي وقفنا. يلا الفريق اللي بعده تفضل. الفريق اللي بعده ولا اختصار؟ فاز موسى. منو فاز الحين؟ موسى اسمك؟ اي موسى. موسى؟ يلا تفضل عبد الله. باقي اخر فريق. خلينا نشوف بين دانا وبين، ترى على فكره احنا جزأنا اللي بارون بعض عن طريق اللاينات، يعني هني كان موسى وصقر قاعدين، وموسى وصقر هم اللي جابوا الجولين، فاللاين هني الافضل. وخالد الحين بنفس اللاين اللي متقدم فيه بنقطتين عن فريق البنات دانا. يلا لعبوا حجره ورقه مقص. بعدين هذه حبتين ما في، مو موجوده بالحجره ورقه مقص كذي. حجره ورقه مقص يا تسوي ورقه او تسوي صخره او تسوي مقص. اوكي يلا ويا بعض ويا ويا ويا, ويا, ويا انا حجره ورقه مقص. ميامي انت قصدك ميامي؟ يعني نعيد يعني صح؟ ليه سوى ورقه وهي سوت مقص؟ ورقه من الاول ومقص، يعني انت عندك دانا. اوكي يلا واحد اثنين ثلاث مع الموسيقى. ها يلا واحد اثنين ثلاث يلا. يا خالد يا دانا بدون دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش بليز. ركز خالد ركز دونت تاتش دونت تاتش. يلا فريق الشباب هو الافضل في هاللعبه لان موسى وصقر هم اللي فازوا فيها، باقي خالد ودانا. دونت تاتش دونت تاتش، لا تنسي لا تنسي. يلا نزل ايدك الثانية، نزل ايدك الثانية خالد، نزل اي نفسها شوف. يلا لا تعور لا تعور. يلا منو اللي راح يجيب الجول؟ منو اللي راح يجيب الجول؟ ها كنا دانا اقوى، دانا اقوى، دانا ما قاعد يلا دانا انت ما قاعد تسوي ولا شيء تدري؟ يلا جيبها على نفسك وفك نفسك عشان تقعد. يلا دانا والله حرام ان دانا مو قاعد تقول.
جانا ركزي بالنص 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 ركزي شوفي شوفي الجول خالد ركز خالد يلا جانا ركزي بالنص قاعد تلقينا شنو هذا شنو هذا يلا ركزي ركزي بالنص بالنص جانا بالنص اي ركزي 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 لا والله بلنتي هذا ما يصير حد يمسكها يلا طولت اكثر مره طولت الحين بين دانا وخالد دانا وخالد ها انت اديت الجول ارجع يا حارس هذه ايدك خشبه لا انا قاعد اكلمه حرام انا قاعد اكلمه كمل كمل يلا كمل ما عليك قاعد ايدك 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 خالد ايدك ما يصير تحطها لان هذا يسمونه غش غش يلا لا والله ولا ويردها يردها ما يصير تمسكها كلش اوكي خالد اذا مسكتها خبر اعتبر الجول عليك خالد اذا مسكتها اعتبر الجول عليك دانا اذا مسكتيها اعتبر الجول عليك يلا يلا شجعوهم شجعوهم شنو هذا يسمونه مايكل جاكسون يلا طولوا طولوا هي شوفي انا بعتبرها تعادل قولي ليش؟ لأن دانا مسكتها حطتها تسوي شلون يعدلونها إذا لازم يعدلونها ها؟ لازم يعدلونها ترى الحكم يقدر يستفيد من الحكم الرابع شنو يقول الحكم الرابع؟ يعني يعدلونها يعني إذا أوكي هي بزاوية ولا شيء يحطونها بنص عشان يلعبون لو كنتي مكاني شو تسوين؟ أفوزها تفوزينها؟ يلا إذا قول لها وأنا أروح على الحكم الرابع ذمتك ليش رابع؟ إذا ثاني دخلها ثاني حكم لا الرابع ليش رابع؟ لأن الثاني لازم توقفين باللاين هني بس أنتي واقفة بعيد. أوكي. فدانا هي اللي فازت. صدق حق دانا. بقى آخر واحدة طيف راح تلعب معي ولا معك كيف؟ لا ما. يلا تعالي يا طيف. يلا. آخر مرة راح نلعب. يلا. الأولاد منك. لا أنا عشان مايكات. يلا روحي هني. أوكي. يلا. نلعب حجرة ورقة مقص. لازم عشان هذا يلا. حجرة ورقة مقص. مش عارف تدري ليش افوز يلا واحد اثنين ليش انا اعدام البلد يلا دونت داي دونت داي دونت داي شنو هذه وايد صغيره على الخيران 1-0 بعد ترى عندك حسابات خاصه سهله هذه بسيطه لا عبد الله انت شوايد يلا انا كبار لازم ثلاث انت تدخل وايد 1-1 في يوم الجول ما قلتوا هي قلنا كان سايلنت ولا كان في جول ولا شيء والله العظيم ما يصير شيء يلا صح كلام مشاعر قالت شلون النيبه صح يلا وين وين نسلي نسلي وين بس خلاص يبقى شفت شلون الجول ما قالوا هي يلا خليها يلا يعطيكم العافية الله يعافيك ونقول مبروك اللي فازوا بهاللعبة وهذاك اللي ما فازوا بهذه اللعبة عندنا بريك بريك وراجع لكم ردنا وياكم الفقرة الأخيرة في برنامج استوديو الأبطال عادة واللي نعرفه في الفقرة الرابعة أو الثالثة في حلقة يوم الأربعاء يكون عندنا مسرح العرايس ولكن هناك حالة طارة واللي هي هناك أولاد وبنات موجودين داخل السيديايين متأخر نقصتهم بسم الله هذين السطرة كلها جاية متأخر فإحنا مضطرين نتعرف على الأبطال وما نعرض اليوم حلقة العرايس أقول لك شيء صدقني قاعدة الصبح ما أدري شلون صايرة تدري إن أنا شفت من أول بنوتة مني السطر هذه كلها ويوه جديدة والباقي ما شفتهم شلون ما فهمت بدي أفهمك خلنا نتعرف على أول بنوتة أبي تفهميني الحين ما انتبهت إن في أول سطر اللاين كله جديد عبالي بس هالبنوتة ومني لا والله أنت لما قلت إن كل اللاين هذا كان استوعب سبحان الله الله عليك ما تعلق شو اسمك حبيبتي هدى عشان تسامي هدى كم عمرك 6 سنين العمر كله ان شاء الله بتغنين؟ لا اوكي حبيبتي توجيت حياتك؟ إيه؟ حق منو؟
حق أمي وأبوي حق عماتي وخالاتي وحق عمتي عذاري وشاعل عبد الله. حبيبتي تحية كبيرة. ليش ننتقل لثاني بنوتة حلوة موجودة معانا، اسمك وعمرك؟ ريماس. ريماس كم عمرك حبيبي؟ 6. العمر كله شاء. تغنين توجهين تحياتك؟ ما بغني. توجهين تحياتك؟ إيه؟ حق منو؟ حق أمي وأبوي وإخواني وخواتي وحقك وحق عبد الله. شكرا حبيبي قلبي. حق خوالي وحق عمامي. حبيبتي تحية كبيرة لهم أكيد، تحية كبيرة ليش. ننتقل لبنت أخرى، اسمك؟ غلا أحمد. ونعم فيك يا غلا، عمرك؟ 9 سنين. العمر كله إن شاء الله. تحياتك حق منو؟ حق أمي وأبوي وحق خالاتي وعماتي وحق عمتي عذاري وحق خالتي ودا. بتغنين؟ لا. أوكي ننتقل لبنوتة ثانية موجودة معنا. نوف أحمد. ونعم فيك يا نوف، كم عمرك نوف؟ 7. 7 سنوات. العمر كله إن شاء الله. بتغنين صح؟ أبغى تحياتي حق أمي وأبوي حق عماتي وخوالي وحق عم عذاري وحق مشعل وعبد الله. حبيبتي تحية كبيرة لك. تقل بنو تخرج اسمك؟ هداية. عشت تسمية هداية. هداية طبعا صديقة من صديقاتنا. هداية توجه تحياتك شو تغنين؟ أوجه تحياتي. منو مسح فيكم قالت لي بغني؟ أنا متأكدة إن في واحدة قالت لي بغني. زين هداية لو وجه تحياتك؟ حق أمي وأبوي وإخواني حق زوج أختي وأختي شوقي الغالية حق إخواني وحقك حق عبد. حبيبتي تحية كبيرة ليش. ننتقل لبنوتة أخرى، شو اسمك؟ بتاج غازي. ونعم فيك شرط. توجد كم عمرك؟ 11. العمر كله إن شاء الله. حبيبي بتغنين توجهين تحياتك؟ أوجه تحياتي. يلا حق منو؟ حق أمي وأبوي وحق إخواني وخواتي وحق عمامي وخوالي وحقك حق عبد. شكرا حبيبة قلبي. ننتقل لآخر بنوتة. أماني. عشت لسامي. أماني كم عمرك؟ 6 سنين. العمر كله إن شاء الله. حبيبي تحياتك حق منو؟ حق أمي وأبوي وحق مشاعل عبد الله وحق عمتي خالتي وبس. حبيبتي ما تبي تغني؟ أوكي صفقوا حق السطرة هذه كلها البنات الحلوين اللي منورينا. من ضمنهم 4 توأم صح؟ بس 2 خوات وتنتين خوات، يعني مو هما توأم. يلا تعرفين طلعي لي إياهم بسرعة. أول تنتين؟ أنت قلت لي أول بنوتة والرابعة توأم. أنت قلت لي إيه بس ما في شبه وايد قريب. وإيه ملابس نفس الشيء. توأم ملابس قصدك ولا وي؟ توأم. إيه مو توأم. شلون توأم ملابس؟ يعني عبالي إن لابسين نفس الشيء. أنا قلت الصبح أثر علي. ساعة كم قاعدة الصبح أنتين؟ 5. إيه عشان كذي يلا ما عليه. لا هذيلا توأم. 1 2 واحد اثنين. توأم روحي صح؟ شو يعني توأم روحي؟ يعني الحين انت توأم ملابس طافت. ياي على توأم روحي. اوكي ما عليه ناخذ اتصال. أصال. السلام عليكم يا أصال، شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. ممكن نصفق لك قبل لا تتكلمين لان تستاهلين. ممكن؟ ايه ممكن نصفق لك قبل لا تتكلمين. صفقه. يلا صفقولها. تفضلي. أول شيء حابة أسلم عليك. الله يسلمك. وحابة أقول نقطتين. نقطتين؟ وشرطة؟ بعدين بقول إهداء المشاعر. يلا تفضلي قولي نقطتين. النقطة الأولى حابة أن أقول زي ما أنت أنت مقروبة تقعبود الأولى أنه في أصبح فكرتنا المدنة بطريقة البرنامج في قروب عشاق الكل سؤال ماجد. يعني هدية منك ومن طريقة البرنامج الكل سؤال ماجد. بس إن شاء الله ما بدأ يعني. الله. والله أنا الدنيا أرزاق صراحة. يعني سبحان ربك تي على وظيفة وتطلع لك أشياء ثانية ما تدري عنها. يعني ويستاهل. لازم يكون ضيف معنا اليوم. إن شاء الله نيمة إن شاء الله يستاهل. النقطة الثانية. زين عندنا واحد صدق قاعد 6 سنين ما 7 سنين ما صار له حتى المقروب ما صارت له يمعة. يلا اوكي تفضل يا عصال. حابه كم سؤال. يلا تفضلي عصال. هلا والله حبيبه قلبي. شو اخبارك الغاليه؟ الحمد لله. اخبارك انت؟ الحمد لله بخير حبيبه قلبي. تعال عيوني. حابه اقول لك اهداء. تفضلي حبيبي. جميع 28 ابجديه لا تعني اي شيء امامها، حقا لا امتلك تلك الفصاحه التي تجعلني اصفها، وايضا لا امتلك تلك البلاغه التي تجعلني اتحدث عنها. ما أمتلكه قلب يحبها يدعو لها دائما ويسأل عنها دوما، يقلق عليها ويفرح بنقيائها، يفرح عندما يراها ضاحكة ويحزن عندما يراها متكدرة، يحاول جاهدا أن يبعد عنها كل ما يتعبها ويحزنها، ويحاول جاهدا أن يرسم الفرحة في عينها،
قلب لا يهم سوى قلبها، قلب متعلق بقلبها ومرتبط حالة في حالها، قلب يشعر ويحس بها أينما تكون، قلب يخون والتعبير أمامها، فهي نادرة مميزة فريدة من نوعها، هي الوحيدة القادرة على خلق أصدق ضحكاتي، هي الوحيدة التي كلماتها بالزمان لي في ضيقتي، هي أطيب قلب وأرق إحساس وأصدق مشاعر، هي ذات المكمل لي، هي حكاية مختصرة لكل ما هو جميل في هذا الكون بأكمله. ألا يحق أن أحبها؟ ألا يحق أن أميزها عن الجميع؟ ألا يحق أن أعطيها كل ما أملك؟ بل إنها أقل الأشياء، أعدك مشاعر بأن أحبك وأحبك وأحبك. يحق يحق يحق. حبيبتي والله مشكورة يا عسال على الكلام الجميل، شكرا حبيبة قلبي. ما أدري شو أقول لك، يعني أنا لما بشكر أحد يعني يخوني التعبير، فأقول لك شكرا من كل قلبي يا حبيبتي، الله لا يحرمني من هالمحبة الكبيرة، سواء منك ومن كل صديقات برنامج سجل أبطال، أحبكم وايد والله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا حق الأصدقاء الحلوين اللي تواصلوا ويانا في حلقة اليوم، اليوم بالكويت وباكر، اليوم وباكر يا أبطال المعاشات نزلت، وسهلها لكم. باي باي. ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا، بس مو تلوين لعبوا تمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، بس مو تلوين لعبوا تمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسأل ونلعب، راح نمرح نستفيد، بدرس وبيت وملعب. Let's get your heart back in.